السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنستعرض مع بعض منهج النحو أو دروس النحو المكررة على الصف الرابع، وهي دروس بسيطة كلنا عارفينها قبل كده. أول درس هنتكلم عليه هو درس أسماء الإشارة. زي ما كلنا عارفين إن أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء، هذا ويستخدم مع المفرد المذكر، مثل هذا تلميذ متفوق، هذه وتستخدم مع المفردة المؤنثة، مثل هذه تلميذة متفوقة، وكذلك تستخدم هذه مع الجمع غير العاقل، مثل هذه أشجار عالية. هذان ويستخدم مع المثنى المذكر، مثل هذان تلميذان أو هذان طالبان. هاتان تستخدم مع المثنى المؤنث، مثل هاتان تلميذتان. أما بالنسبة لكلمة هؤلاء فهي اسم إشارة يستخدم مع جمع المذكر العاقل، مثل هؤلاء تلاميذ مجتهدون، ويستخدم مع جمع المؤنث العاقل أيضا، مثل هؤلاء تلميذات مجتهدات. ملحوظة صغيرة، إن الاسم الذي يقع بعد اسم الإشارة يسمى مشار إليه. هنا في هنشوف بعض التدريبات على اسم الإشارة. ضع خطا تحت اسم الإشارة في الجمل التالية. لما أقول هذا صانع ماهر، طبعا اسم الإشارة هنا هذا، هذان قائدان شجاعان، اسم الإشارة هذان، هذه أرض مباركة، اسم الإشارة في هذه الجملة هي كلمة هذا، هؤلاء رجال مخلصون، طبعا كلمة أو اسم الإشارة هنا هي كلمة هؤلاء، هاتان شجرتان طويلتان، اسم الإشارة هنا في هذه الجملة هي كلمة هاتان. هنبتدي بعد كده نشوف الدرس الثاني أو الدرس الثاني، وهو الضمائر. الضمائر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضمائر المتكلم، وضمائر المخاطب، وضمائر الغائب. أولا ضمائر المتكلم، زي ما احنا عارفين ضمائر المتكلم أنا ونحن. أنا للمتكلم أو المتكلمة، سواء كان مذكر أو مؤنث. زي ما أقول أنا تلميذ مجتهد، أو أقول أنا تلميذة مجتهدة. نحن للمتكلم المثنى والجمع بنوعيه، يعني نحن نستخدمها مع المثنى سواء كان مذكر أو مؤنث، ومع الجمع سواء كان مذكر أو مؤنث. نشوف مع بعض الأمثلة: نحن تلميذان مجتهدان، أو أقول نحن تلميذتان مجتهدتان، ده بالنسبة للمثنى. طب الجمع، أقول نحن معلمون مجتهدون، ده لجمع المذكر. أما جمع المؤنث هقول نحن معلمات مجتهدات. الضمائر أو النوع الثاني من الضمائر هو ضمائر المخاطب. عارفين طبعا ضمائر المخاطب، أنت للمفرد المخاطب، زي ما أقول أنت تلميذ مجتهد. أنت للمفردة المخاطبة، زي ما أقول أنت تلميذة مجتهدة. أنتما للمثنى المخاطب مذكر أو مؤنث، زي ما أقول أنتما تلميذان مجتهدان، أو أقول أنتما تلميذتان مجتهدتان. بعد كده هنشوف النوع الثالث من الضمائر، وهو ضمائر
الغائب. ضمائر الغائب هو للمفرد الغائب زي ما أقول هو مجتهد، هي للمفردة الغائبة مثال أقول هي مجتهدة، هما للمثنى الغائب مذكر أو مؤنث، سواء كان مذكر أو مؤنث أستخدم معاه هما، زي ما أقول هما مجتهدان أو أقول هما مجتهدتان. آخر حاجة اللي هو الضمير هم لجمع المذكر الغائب، أقول هم مجتهدون لجمع المذكر، وهن لجمع المؤنث الغائب أقول هن مجتهدات. والآن هنستعرض مع بعض تدريب صغير، أكمل الجمل الآتية مما بين القوسين فيما يأتي. عندنا مجموعة من الضمائر أنا، نحن، هو، هي، هما، هم، هنختار ضمير مناسب نحطه مكان النقط. الرقم 1 نقط نهتم برعاية حديقة المدرسة، طبعا ده تدريب لينا علشان نجاوب عليه. الجملة الثانية نقط صديقان مخلصان. الجملة الثالثة نقط تلميذة نشيطة. أما بالنسبة للجملة الرابعة فهي نقط أحب أصدقائي. شكراً.